السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا رب. وإياكم. الشيخ مصطفى سؤال، بس هو يعني واحد صاحبي وليه في نفس الوقت مشكلة بعض الشباب وكده. يعني بيكون مثلا على علاقة مثلا هنفترض مع بنت وكده، المهم إن هو تاب لله عز وجل وعرف إن ده خطأ وعرف إن هو ارتكب خطأ كبير وكده، بناء عليه إن هو خلاص تاب لله عز وجل، تمام؟ تمام. الشخص ده بيحكي لي طبعا، وهي طبعا المشكلة دي دايما أنا الواحد بيشوفها يعني. بيقول طب بتيجي مثلا البنت دي تقول لي انت وعدتني التجربه دي فيا، المفروض تفضل معايا، المفروض تفضل تحط الترابط لدرجه مش هسامحك انا ضربنا. المهم بيسالني بيقول لي انا مخوف من الكلام ده، عايزين ارجع تاني، تمام؟ بس يرجع يبقى طب خليك معايا. الشخص ده مضطرب يعني، مضطرب ده انا خفت يا ربنا، وهي بنت ربنا فيا. سؤال بس يصبر علينا، سؤال انا اسالك. انا اسالك اصبر علي. هل يريد الزواج بها ام يريد جبر خاطرها والمعيشه في الحرام؟ اي علاقه على تليفون هو كده بيحكيني ومثل لا يعني انا افهم كلامي بس، استحاله ان يتم الزواج، يبتعد عنها تمام البعد. طب دعواته عليه وتفضل تقول له المفروض تفضل معايا. هي عفوا، هي مجرمه مثله. يعني ربنا لما قال في كتابه الكريم الزانية والزاني، بدأ بمن؟ الزانية والزاني بدأ بمن يعني؟ بالمرأة. بالمرأة، لأنها تغوي. لو مرأة محترمة خلاص ستحافظ على نفسها، تمام صح. لكن في السارقة، السارق والسارقة، السارق والسارقة، السارق الأول، السارق لأنه يعني جريء على السرقة. المرأة تخاف تسرق، تخاف، لكن ما تخافش والعياذ بالله، لكن لا تغوي في المسألة الأخرى، فيها مشتركة في الجريمة، فيبتعد عنها تماما. تاب لله عز وجل، إن شاء الله ربنا بيتوب عليه، مظبوط؟ طبعا مظبوط، ما أنت بتتوب عليه. الدعاوي بقى اللي هي بتتصاحب بسبب البعد دوت، وتعمل صفحة من هنا وصفحة من هنا وداخلة له كل شوية ومش هسامح أبوك، هو بيقول لي أنا مش عارف كده ربنا هيتقبل توبتي بسبب دعواها عليا ولا، يعني هو رابط الأمور ببعض. ما هو أيضا يقول لها أنا مش مسامحك، أنت أغويتيني. يقول لها كده، انا مش مسامحك لانك اغويتيني، انت كنت تعرف المسامحه. يعني انا عم الشيخ مش انه هي يعني ان هو كده عمل في حاجه كبيره ان هو ابعد عنها. يعني هو الان تاب، انا قلت لك هل سيتاب؟ الله عز وجل. يا عم اصبر، صلى الله النبي. انت قلت انه لا يريد الزواج بها على الاطلاق. لا، على نهائيا. نهائيا، اذا يبتعد نهائيا. صح كده؟ تمام صح. الله يسلمك. مع السلامه. جزاك الله خير. يعني شأن الشباب الذين يخدعون الفتيات، يخدعون الفتيات وبعد ذلك يتركونهن ويعدون وعودا حسنا، والبنت تعد وعودا حسنا. كلما ابتعدت عن طريق الله البلاء يصاحبك، انتبه. هذا ما يعني الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا رب. وإياكم. الشيخ مصطفى سؤال، بس هو يعني